نفسك؟ ابراهيم كمان من بورسعيد. جيت هنا يوم الاربعاء بعد طبعا الاحداث اللي حصلت من 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 الداخليه على المتظاهرين وعلى اهل الشهداء. جينا اعتصمنا هنا، وطبعا اعتصامنا مستمر ليوم 8 عشان الناس اللي جايه لنا ان شاء الله يوم 8، فنكمل الاعتصام وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكون المطالب متحققه في خلال الايام اللي جايه دي. واحنا عايزين دعم، عايزين دعم يا جماعه، وكله ينزل. احنا مشينا البلطجيه اهو اللي كانت الناس بتتهمنا ان احنا البلطجيه. احنا مشينا المطالب 1 2 3. المطالب اللي احنا عايزينها دلوقتي ان اولا ما يبقاش، اهم حاجه، ان ما يبقاش في محاكمات عسكريه للشباب، ان احنا يبقى في تسريع وتعجيل في المحاكمات، وما يبقاش في تواطؤ من القوات المسلحه. مش عايزين الداخلية، عايزين حل جهاز الداخلية وتنظيمه بشكل جديد. مش عايزين الناس اللي لسه كانت بتضرب فينا وكانت بتعذبنا الفترة اللي فاتت دي لسه لحد دلوقتي بتقتل وبتضرب فينا. عايزين حسني مبارك يجي من الفايف ستار اللي هو قاعد فيه في شرم الشيخ، والدكاترة اللي بيجوا له من ألمانيا يجوا للمصابين يعالجوهم هنا بدل المصابين اللي لسه بيموتوا لحد دلوقتي. مصابين الثورة يعني. مصابين الثورة طبعا. يجي يعالجوهم بدل ما يعالجوه. وعايزين نعرف كل الحقيقة، والمحاكمات تبقى علنية وإن شاء الله خير. شكرا 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 شكرا.